أنا طالب من إخواننا في المعارضة عنهم يوقفوا للشعب الموريتاني ويعتذروا له، يعتذروا له عن هذا حرف، عن هذا ذي زراعة الفتنة والمشاكل بين شرائح المجتمع الموريتاني. طالبين منهم عنهم يقدمون اعتذار للشعب الموريتاني ويقدموه للشرائح اللي ساءوا لها، اللي ساءوا لها وتهمها وهمهم يستخدموا عقولتها استخدام ما هو صالح. هذا مطالبين من هذا المنبر، وكحزب سياسي وكحزب أكثريته شباب طالبين بها، اللي نحن الدولة دولتنا نحن وعقوبتها علينا نحن الشباب، ولأن قابلين حد يخسرها، لأن قابلين رقاش يخسرها، حدث لا يخسرها ذاك ما أنا اللي نقبلوه. وفات من النهارات وبارك مع ياسر من الروايات، احنا اللي سكتنا وتمينا اللي ساكتين، والأغلبية اللي صامتة، والمعارضه اللي متباركه تبارك مع الامور اللي ما هي على المستوى اللي الاقليبيه الحقيقه ما ترضى قاع روسها عنها تقعد في المنابر الاعلاميه ياك تجاوبها، باللي تحس انها امور الحقيقه سطحيه ما هي محتاجه لحد يجاوبها.